لمناقشة ملف تصريحات الكاظم الأخيرة واستمرار الثورة المطالبة بإنهاء نظام المحاصصة الطائفي في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الدكتور هلال الدليمي. بداية مرحبا بك دكتور هلال الدليمي. الكاظمي يقول إن السبب الأساس لوجود حكومته هي ثورة تشرين، كيف يمكن قراءة هذا التصريح مع أن الثورة مستمرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها ولمشاهديها الكرام. الكاظمي بكل تأكيد هو جاء نتيجة الفساد وثمرة من ثمرات الفساد المتكرر في العراق، وجاء من نفس القدر الفاصل الذي أتت به الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وثورة الشعب العراقي وثورة تشرين تحديداً هي قامت ضد هذا الفساد ولا زالت قائمة، والكاظمي مرفوض كحال غيره من الذين رفضوا لأنه جاء من رحم العملية الفاسدة. وثورة تشرين حددت مطالبها بوضوح، هو إنهاء العملية السياسية وإنهاء المحاصصة والمحاكمة القائمين على نهب ثروات العراق بشكل واضح، ومن ثم محاكمة من امتدت أيديهم لقتل الشعب العراقي وبالذات في ثورة تشرين. ماذا قدم الكاظمي عند مجيئه وهو مرفوض ابتداء من الثوار؟ للثوار أول عمل قام به هو حقيقة زيارة الميليشيات التي كانت قد أوغلت في دماء الثوار. إذن هو فشل منذ البداية، وكل تصريحاته الإعلامية ربما أصبحت واضحة بأنها كلمة حق يراد بها باطل. هو يريد أن يرضي الولايات المتحدة الأمريكية بأي ثمن، وبنفس الوقت هو نتاج التوافق الإيراني الأمريكي على اختياره وإجباره على أن يخضع للميليشيات الإيرانية المتغولة في العراق مقابل هذا المد من الكلام العاطفي الذي لا يغني ولا يسمن، واللعب على مشاعر الناس والكذب على الأحياء. هذا الأمر حقيقة أصبح سياسة متبعة من كل طيب دكتور الكاظمي وصف دكتور هلال يعني الكاظمي وصف حكومته أنها حكومة حل وليست حكومة أزمات. ليس هناك حلول طبعا، لم تقدم حكومته أي حلول في ظل الأزمات التي تعصف بالعراق من جميع الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية أيضا، مع وصول خزينة البلاد إلى حافة الإفلاس بحسب اعتراف اللجان الحكومية. يعني كيف تصف هذا الوقت الذي جاء به مصطفى الكاظمي؟ هل جاء بوقت حرج لا يستطيع إصلاح شيء، أم أنه يعني ماضٍ كحلقة في سلسلة من الفشل الذريع منذ احتلال العراق؟ أولا لكي نكون منصفين مع الوقت، أنه كل من يدور في فلك هذه من رحم هذه العملية السياسية لا يستطيع أن يصلح شيئا، لأنه الإصلاح يبدأ بإزالة السبب، وإزالة السبب هي كل العملية السياسية بأطرافها المختلفة ومسمياتها المختلفة التي أتى بها المحتل الأمريكي الإيراني للعراق ومولها ودعمها عسكريا وسياسيا ولا زال يفعل ذلك، ومن ثم أدخلت الميليشيات لكي تقوض الدولة العراقية. إذن لا الكاظمي ولا غيره إذا أتى من نفس هذا المحور من هذه الطبقة ومن هذه الصفوف لا يستطيع أن يعمل حل، لأن الحل بإزالته هو أولا لأنه هو نتاج لهذا العمل الفاسد، فبالتالي لا يمكن لفاسد أن يزيح فاسدا أو يحل الفساد لأنه هو وصفه يدل عليه. الشيء الآخر، الشعب العراقي عندما خرج منكرا لكل الأوصاف التي كانوا يدعون بها من الوطنية والطائفية وكل التصريحات أنهم ضد الفساد، كل من أتى إلى الحكم قال أنني ضد الفساد وسوف أحارب الفساد، ومن بركة هذه الأقوال أن الفساد يزداد. وحكومة الحل التي يدعي الكاظمي أي حل، فليقدم لنا حلا واحدا حقيقيا أنكأ جرح العراقيين أو حاول نشر جرح من جراح الشهداء. شو ما شاء الله الاغتيالات للناشطين لا تزال على قدم وساق، الاعتداء على المتظاهرين في هذه النقطة. دكتور هلال مرارا وتكرارا
الكاظمي لطالما يتعهد بمحاسبة قتلة المتظاهرين أو المسؤولين عن عمليات القتل سواء للناشطين أو للمتظاهرين، هل هو عاجز عن كشف هوية القتلة أم هو لا يعلن، لا يريد أن يعلن عن هوية القتلة؟ أولا هو أجدر الناس بأن يعلن أسماء القتلة وهو أدرى بهم، لأنه كان مسؤول عن جهاز المخابرات في فترة طويلة أو فترة تكفي أن يكون لديه الكم الكافي من المعلومات لإعلان الجميع، ولكنه لأنه من هذا الرحم المليء بالفساد ومليء بالإجرام المنظم ضد الشعب العراقي وضد المناوئين للعملية السياسية، هو لا يريد ولا يجرأ، لأنه أولا هو مقيد تقييد كامل عندما وقع على أن يكون رئيسا لهذه الحكومة أن ينفذ ما تريده إيران وما تريده طيب. أمريكا دكتور. فبالتالي أي حل يخرج عن سيخرج بالتأكيد عن طوع الاثنين، فبالتالي لا يمكن أن يفي بأي التزام من التزامات سواء بالإعلام شاطر جدا سوف وهذه سوف أكلت من الشعب العراقي 17 سنة في أقل من دقيقة. دكتور، يعني هناك تصريح يعني لمصطفى الكاظمي اتهم شركائه في العملية السياسية أنهم انقلبوا على الولايات المتحدة التي أوصلتهم لحكم العراق، كيف تعلق؟ هذا الكلام صحيح، والولايات المتحدة الأمريكية تدرك ذلك وهي أتت بهم وتعرف أن ولاهم لإيران وسلم العراق لإيران بموافقة أمريكية اعتبارا من مؤتمر لندن عام 2002، وأمريكا ليست من الغباء الذي يجعلها تضع هذه المعادلة في العراق، ولكن هي تنظر إلى الهدف الأبعد وهي تدمير العراق وتخويض سلطته وإخراجه من محيطه العربي. أيضا هو ذكر أن من انقلب الآن على الولايات المتحدة ينتقدونها في العلن، ولكنهم في الغرف المظلمة يعني يخنعون لأمريكا. هو صدق في هذا، لأنه الكل حقيقة يعلنون الولاء العداء في الإعلام، وهم في الحقيقة هم جزء وأداة من أدوات الاحتلال الأمريكي للعراق. نعرف كيف أتوا للحكم، لا يخبرنا الكاظمي بمفاجأة ولا بمعلومة، ولكن هذا معلوم للجميع بأنهم الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أتت بهم وهي التي مكنتهم ولا تزال تدافع عنهم لحد الآن، رغم أنها تعلن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية إعلاميا بأن هؤلاء هم تابعين لإيران ولأجنحة إيران، ولكن ماذا فعلت؟ لا شيء. شكرا جزيلا لك دكتور هلال الدليمي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.